إذن وعبر الهاتف ينضم إلينا الصحفي صهيب جابر مباشرة من غازي عنتاب. بداية صهيب أهلا بك معنا، يعني ضعنا في صورة المعارك الدائرة بين قسد وداعش في هجين. بداية أحييكم والسادة مشاهدي أورينت. طبعا المعارك ما زالت محتدمة ولكن دون تغيير بالنسبة لخارطة النفوذ والسيطرة. هنالك قتلى بين الطرفين، بين داعش وقسد أيضا، وكل من الطرفين كان يعلن عبر وسائل الإعلام التابعة له عن قتل أعداد من طرف المقابل، ولكن حسب التوثيقات التي تحصلنا عليها هنالك مقطع مصور البارحة نشر كان يظهر جثث أكثر من 20 عنصر من قسد، أيضا مقتل 4 عناصر من قسد بانفجار ألغام أرضية في حي الحوامة عند أطراف مدينة هجين، هي نقطة اشتباك أيضا زرع فيها التنظيم عدد كبير من الألغام، بالإضافة إلى زرع التنظيم عدد من الغام بمحيط كل المناطق التي يسيطر عليها سواء الاشعفه، مدينه هجين، ابو الحسن او المناطق التي هي بجوارها، ايضا زرع التنظيم هذه الالغام، ما منع خروج المدنيين الذين يكونون عرضه لهذه الحقول من الالغام، حق الالغام يمر به هؤلاء المدنيين للخروج، ومن استطاع منهم الخروج طبعا تم اعتقاله في الدشم الاولى لقسد عند خطوط التماس، غير معروف مصيرهم، بينما قسد استقطبت طبعا او اخذت عدد من المدنيين واحتجزتهم في محيط حقل الجفرة. هنالك قتلى ايضا بالجهه المقابله، بالمقابل من صفوف قسد، ولكن الفرق بين الجهتين هو ان قتلى داعش يقتلون باستهداف عشوائي وسياسه الارض المحروقه على المنطقه من قبل التحالف الدولي التي يرتقي خلال هذه الغارات طبعا عدد من المدنيين، بالاضافه الى مقتل عدد من قيادي قسد، بينما يقتل عناصر قسد اثناء الاشتباكات في خطوط المعارك. نحن لسنا بصدد الدفاع عن جهه ضد اخرى، ولكن هذا ما يحدث فعليا من الناحية الميدانية، قتل قسد يقتلون خلال المعارك البرية، وقتل داعش يقتلون مع أعداد كبيرة من المدنيين بغارات التحالف لا تميز أو لا تراعي تحييد المدنيين. هنالك أيضا اعتقال لأعداد أو قياديين من داعش مثل جمال طه المشهداني اعتقل من قبل الحكومة العراقية، أيضا اعتقال أسامة العويد أبو زيد من قبل قسد في منطقة الطيانة، ومقتل أبو العمرين في غارة في 2 من ديسمبر الشهر الجاري عن طريق غارة للتحالف الدولي، ومقتل أيضا أبو أسامة الغريب في غارة على الشعفة، مقتل محمود المحسن خلال المعارك في منطقة هجين، وهؤلاء جميعهم طبعا قياديون تم أسرهم أو قتلهم خلال عمليات التحالف الدولي وقسد. بالمقابل كما كنت أتحدث قبل قليل، لا يخلو الأمر طبعا من أعداد من القتلى في صفوف قسد، كون داعش هي في موقف دفاعي ومحصن من الناحية الميدانية، دائما من يكون في الموقف الدفاعي هو يستطيع إلحاق أضرار أكبر بالجهة المقابلة التي تعتبر مهاجمة، ولكن كل هذه المعطيات بالنتيجة تنعكس على المدنيين، أكثر من 40,000 مدني محاصرين ضمن 30 أو 35 كيلومتر تسيطر عليها داعش، هم خاضعين لسطوة داعش. نعم، لكن صهيب يعني قسد استخدمت تعزيزات من الرقة ويعني نحو جبهات دير الزور، هل تضمنت تلك التعزيزات الشباب الذين تم سوقهم للتجنيد الإجباري؟ أستاذة نغم طبعا نقطة مهمة جدا، هنالك أمور مهمة حيال هذه النقطة تحديدا. قسد استخدمت جيش الثوار أو فصيل يسمى جيش الثوار منتمن لها إلى المنطقة، بالإضافة إلى تعزيزات من الـ PYD والـ YBJ إلى المنطقة استخدمتها، ولكن خلال استخدام كل التعزيزات والأرسال العسكرية في الفترة الماضية كانت تسجل حالات هرب فرار في صفوف المقاتلين، خاصة بعد التشنيع من قبل داعش بإصداراتها المرئية وإرهابهم بهذه الإصدارات. لذلك هنالك في شهر واحد فقط منذ أشهر كان هنالك هرب لأكثر من 1,000 مقاتل من صفوف قسد. بالمقابل أيضا هذه التعزيزات من ضمنها كما تفضلت بالفعل عدد من المجندين قسرا الذين ظهروا عبر إصدارات مرئية للتنظيم، تنظيم داعش، من ضمنهم أطفال أيضا. هؤلاء المجندين قسرا معظمهم من المخيمات، من مخيمات مبروكة وسد من المدنيين المحاصرين في تلك المناطق، ومن الأطفال أيضا، بالإضافة إلى عدد آخر من المقاتلين من وحدات في وادي الذين يعتبرون أقل فئة أو أقل عدد من ضمن هذه التعزيزات. وبالنتيجة جميع هذه التعزيزات عندما يستخدمونها إلى منطقة يتحصن فيها التنظيم ويزرع
ألغام أرضية بمحيط أو على دائرة امتداد هذه المناطق التي يسيطر عليها، هم يكونون في موقف حرج، موقف صعب بالنسبة للتقدم، وهذا هو ما فسر أو ما يفسر عدم التقدم أو إحراز أي تغيير على خارطة النفوذ والسيطرة في دير الزور. نعم، إذن أشكرك على كل هذه المعلومات صهيب جابر، كنت معنا مباشرة من غازي عنتر.